تقرير جديد لمجموعات غير حكومية أوروبية يكشف عن تعذيب ممنهج يتعرض له طالبو اللجوء في دول أوروبية كاليونان وكرواتيا والمجر وغيرها من منطقة البلقان. التقرير الذي يروي شهادات آلاف طالبي اللجوء أثار ضجة كبيرة في أروقة الاتحاد الأوروبي. أحلام اللجوء إلى أوروبا التي تدغدغ أفكار طالبيها في كل مكان ليست وردية على الإطلاق. يبدو أن مسيرة اللجوء باتت سوداء بالنسبة لعشرات الألوف الذين تعرضوا للضرب والسرقة وإتلاف المتعلقات الشخصية والهجوم بالكلاب بحسب ما ورد في تقرير أصدرته شبكة منظمات أوروبية غير حكومية. التقرير الذي حمل عنوان الكتاب الأسود عن الإعادة القسرية يحوي 1500 صفحة من الشهادات المؤلمة المتعلقة بأكثر من 12 ألف شخصاً بشأن وقائع تجري في إيطاليا وسلوفينيا والمجر واليونان وكرواتيا ودول البلقان الأخرى. وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي كورنيليا إرنست إن الروايات الواردة في التقرير شكلت صدمة كبيرة جدا لما تحويه من أخبار عن العنف القاسي والسادي والمهين التي تذكر بأكثر الدكتاتوريات وحشية بحسب ما قالت. ويشدد التقرير على أن عمليات الإعادة القسرية المتمثلة في قيام دولة ما بطرد المهاجرين دون منحهم إمكانية تقديم طلب لجوء ومن دون الأخذ في الاعتبار أوضاعهم الشخصية غير قانونية. هذا ويقول معدو التقرير إن الشهادات الواردة فيه هي مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالبا ما يتم تجاهلها. التقرير أثار موجة من ردود الفعل ولفتت مفوضية حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي أنها ستجري تحقيقا في الوقائع الواردة فيه، مشيرة إلى أنه من غير المقبول السكوت عن مثل هذه الأمور. مع نهاية العام 2020 وصل عدد اللاجئين في العالم لأكثر من 80 مليون، في حين يبدو العدد مرشحا للارتفاع نظرا للظروف الاقتصادية والصحية والأمنية الضاغطة في أكثر من مكان. فبحسب آخر أرقام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوجد حول العالم أكثر من 30 مليون لاجئ غادروا بلدانهم، أما عدد النازحين داخل بلدانهم فيبلغ 46 مليونا، في حين أن 4 ملايين آخرين قدموا طلبات لجوء حول العالم. أبرز الأسباب التي أوصلت هؤلاء إلى وضعهم المأساوي هي الحروب والاضطهاد السياسي والديني والوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة مع تفشي وباء كورونا هذا العام. تعد سوريا أكبر مصدر للاجئين في العالم مع أكثر من 7 ملايين شخص، تليها كل من فنزويلا وأفغانستان وجنوب السودان وميانمار، وتستحوذ هذه الدول مجتمعة على أكثر من 60% من عدد اللاجئين حول العالم. الدول النامية مشاهدين تستضيف 80% من اللاجئين حول العالم، فيما ينحصر عدد اللاجئين في الدول المتقدمة ب20% فقط. وبرغم كون الاتحاد الأوروبي وجهة أحلام اللاجئين كما يقال، إلا أنه يستقبل سنويا ما يقل عن 300 ألف لاجئ، حيث استقبلت ألمانيا منهم 116 ألفا، في حين استقبلت فرنسا 42 ألفا و 38 ألف لاجئ في إسبانيا، في حين لم يتعد عدد اللاجئين 31 ألفا في إيطاليا. وللحديث عن هذا الموضوع معنا عبر سكايب من باريس مجيد بودن، قانوني وناشط حقوقي، وأيضا من باريس عبر سكايب بيير ريمون المحلل السياسي الفرنسي. مرحبا بكم سيد مجيد، أبدأ معك. كيف قرأت هذا التقرير بداية؟ يعني هذا الوضع المأساوي للآلاف من اللاجئين في أوروبا. يعني هذا التقرير أتى بمعطيات مؤلمة. هذا لا يليق بالاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي ردت فعله أنه سيفتح تحقيق هو شيء مهم وممتاز، لأنه لم ينكر هذه الحقائق وسيقوم بهذه التحقيقات للوقوف عن التجاوزات التي بصلبه، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي
عليه واجب حماية هؤلاء المهاجرين، لأن القانون الدولي يسمح لكل إنسان في العالم أن يخرج من بلده. صحيح أن القانون لا يسمح لأي إنسان أن يدخل إلى بلد ثاني، ولكن هذا الاجتياز لا يمكن أن يرتقي إلى جريمة، لأن هؤلاء الناس ذهبوا يعني مضطرين. هذا الوضع الأليم من ناحية في هذه البلدان الذي الناس يعانون من القمع السياسي ومن التطرف الديني ومن الأوضاع الاقتصادية التي هي ناتجة عن هذه الأشياء السياسية والانخرامات السياسية وهذا العنف، وبالتالي فإن دخولهم إلى بلدان أخرى هذا أمر يعني ممكن النقاش فيه، ولكن لا يمكن أن يقع تجريمه، وبالتالي هذه المعاملات هي غير مقبولة قانونيا. نعم. ونلاحظ أن هذه المعاملات هي في الجزء الشرقي من أوروبا، ولا يمكن أن نرى هذه المعاملات في الجزء الغربي، أي الجزء الديمقراطي الأساسي في أوروبا، أي فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وبقية أوروبا الغربية، ولكن هناك رواسب تفكير ديكتاتوري في المجر أو تفكير أقصى اليمين في المجر وفي بعض الدول التي كانت قبل ترزح تحت سيطرة الفكر السوفيتي القديم. طيب. ولم تتحرر بعد ولو دخلت إلى الاتحاد الأوروبي. سيد بيير، نعم سيد مجيد، لنشرك معنا ضيفنا أيضا من باريس سيد بيير ديمون. سيد بيير، من خلال هذا التقرير الذي رصد نحو 900 شهادة عنف تعرض لها طالبو لجوء في الاتحاد الأوروبي، هل يعني ذلك بأن هناك منهجية بالتعامل مع هؤلاء، خصوصا وأن بعض الشهادات أو الحالات بدت متشابهة من خلال التعامل؟ إذا كانت هناك منهجية فيجب أن ترفض رفضا قاطعا. فعلا المسألة الأساسية أولا أن، وهذا معروف، سياسة الهجرة الأوروبية ليست موحدة بالقدر الذي يعني تقول بها المؤسسات الأوروبية، لأنه يجب التفريق بين المسائل التنظيمية والقانونية التي تحكم طبعا التوجهات الأوروبية. وقد ذكر تقريركم بأن هناك لجنة طبعا تحقيق صادرة عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان. صحيح أيضا مثل ما قال شريك في الحوار أن جانبا من أوروبا في الحقيقة لا يزال قائما على ترسبات ديكتاتورية، يمكن أن ينظر إلى بعض السياسات الداخلية أنها فعلا تمنهج مثل هذه الممارسات، ولكن المسألة الأساسية أنه حتى ولو اتخذت بعض الحكومات هذه الإجراءات إنها تجاوزات، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل على مستوى سياسة أوروبية حقوقية تضع نفسها وتدع حاليا على المحك. لأن صحيح أن مثل هذه التجاوزات لا يمكن توثيقها في فرنسا، لا يمكن توثيقها في إسبانيا، لا يمكن توثيقها في ألمانيا. نحن نعلم بأن ألمانيا استقبلت لاجئين، بأن فرنسا أيضا استقبلت لاجئين، فبالتالي هناك تشرذم في هذه السياسة الأوروبية التي طبعا يمكن أيضا أن ينظر إليها على أنها تقدمت بحيث قبلت في هذه الأونة الأخيرة مزيدا من اللاجئين، وأيضا وهذه نقطة مهمة جدا قصرت مدة الطلب في مدة النظر في ملفات اللجوء من 120 يوما إلى 90 يوما، وهذه يعني هذا تقدم تم الإحراز عليه في فرنسا مثلا. سيد مجيد، في ظل الحديث عن إمكانية فتح تحقيق بما جرى في هذه الدول الأوروبية مع طالبي اللجوء، هل من جدوى، هل يمكن أن إذا ما أفضى هذا التقرير إلى إدانة تلك الحكومات التي قامت بهذه الانتهاكات، هل تتوقع بأن الاتحاد الأوروبي سيقوم بفعل ما تجاهها؟ طبعا الفعل هو واضح. الاتحاد الأوروبي سيشتكي هذه الدول الأوروبية إلى المحكمة الأوروبية،
يعني محكمة، هناك محكمتان في أوروبا، في هناك محكمة يمكن أن تشتكي، يشتكي الاتحاد الأوروبي. يعني يعني ما الذي ممكن أن يحصل إذا ما اشتكت؟ فقط حتى نبين ما هي النتائج المتوقعة إذا ما رفع هذا التقرير أو هذه الشكاية إلى المحكمة، كيف يمكن أن تعاقب هذه الدول التي ارتكبت مثل هذه الفظائع مع طالبي اللجوء؟ محكمة العدل الأوروبية يمكن أن تحكم بإدانة هذه الدول بتقصيرها في حقوق اللاجئين، ويمكن أن تحكم عليها بأولا بإصلاح الوضع وبإلزامها لإصلاح الوضع في مدة محددة، وبجبرها على دفع غرامة لكي تصلح هذا الوضع. وكذلك الجمعيات الحقوقية والمتضررين يمكن لهم أن يرفعوا إلى محكمة ثانية وهي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لأن هذه المعاملات هي خارقة لمعاهدة المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويمكن التظلم أمام هذه المحكمة من الأفراد أنفسهم، ويمكن لهم الحصول. وهذه المحكمة حكمت عدة مرات ضد الدول الأوروبية وأخضعتها لتطبيق قراراتها، لأن بأن تفرض عليهم تنفيذ الأحكام، إصلاح الوضع، ثم يعني إداء غرامات لهؤلاء الناس. هذا الموضوع موضوع جدي، لأن الاتحاد الأوروبي قائم على احترام حقوق الإنسان. كم ستأخذ هذه القضية من وجهة نظرك سيد مجيد، يعني حتى يتم البت بها بعد رفعها أو رفع هذه الشكاية إلى المحكمة الأوروبية؟ يمكن أن تكون سريعة، وسريعة جدا، لأن هذه القضية سوف لن تكون قضية عادية، لأن هناك رأي عام، هناك أعداد كبيرة، وهناك سمعة الاتحاد الأوروبي ومبادئ الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأوروبي بكل أطيافه بإقصاء عدد قليل من أقصى اليمين مثلا. يعني الأوروبيون يريدون الدفاع والمحافظة وحماية هذه الحقوق، لأن هذا هو هذه المبادئ التي بني عليها الاتحاد. نعم سيد مجيد. طيب سيد بيير، سيد بيير، من خلال ما حصل، يعني من خلال هذه الشكاية التي تقدمت أو هذا التقرير الذي رصد كل هذه الانتهاكات، والذي يقول من قام بإعداد هذا التقرير بأن مجرد لمحة عن ظاهرة أكبر وأكثر منهجية لا تزال منفية وغالبا ما يتم تجاهلها، هكذا عبر كاتب هذا التقرير، هل تتوقع بأن الاتحاد الأوروبي بعد رفع هذا التقرير أو كشفه للسكان الناس سيتم تغيير تعامل الاتحاد الأوروبي مع طالبي اللجوء؟ عندما توجد محكمة أوروبية لحقوق الإنسان فهذا يعني أن الاتحاد الأوروبي يتوخشف فيها، وفي مثل هذه الأمور إذا ما تكشفت يعني اعتداءات نوعية من هذا الطراز مرة جديدة وربما اعتداءات ممنهجة أخرى، أكيد بأن الاتحاد الأوروبي سيخوض مسارا جديدا في اتجاه اللاجئين. ولكن طبعا هناك مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى الهيئات الأوروبية، على مستوى الجهات الأوروبية لتقبل مزيد من اللاجئين، ولكن في نفس الوقت يعني مثل هذه الأمور تطرح سؤالا جوهريا، وهو أنه لابد من إعادة النظر في مراكز يعني اعتقال بعض اللاجئين، طبعا الذين ربما لا تستطيعون بعض الدول تقبلهم، او مراكز ليس بالضروره لاعتقالهم، وانما ينتظروا يعني مصيرهم وربما يعادون الى بلدانهم ايضا، ولكن ليس بهذه الطريقه وليس بهذا الترحيل القسري الذي فعلا ليس قانونيا. ولكن طبعا هناك نوع اخر من الترحيل الذي طبعا قد نتفهمه، لان بعض الدول لا تستطيع استقبال اعدادا غفيره من اللاجئين، ولكن في نفس الوقت يعني لابد من التفكير في خطة تنظيمية، وأعتقد أن الاتحاد الأوروبي الآن يواجه تحديا جديدا من هذه الناحية. من باريس بيير ديمون المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كما أشكر ضيفي القانوني والناشط مجيد بودون أيضا ضيفي من باريس، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.